بص هو لعيب كويس جدا، بحبه جدا، ومن اللعيبه المميزه، ومن اللعيبه اللي من الاخر وهو في الملعب تستمتع بيه، ومن اللعيبه اللي من الاخر طبعا بتخلص لك مباراه. دي شايف حقيقة. ان ده طموح لنادي الزمالك ان هو يجيب لعيب سنه كبير برضه، خلينا نتكلم 39 سنه او ايا كان 38 سنه، هل ده اللي هيرضي طموح نادي الزمالك، خصوصا كمان نادي الزمالك عايز يرجع للبطولات وعايز يحصد بطولات تاني؟ بص يا كابتن، هي برضو هي صفقة جماهيرية أكتر من هي برضو فنية. خلينا نتكلم برضو كواقع زي ما أنت بتتكلم في إن عبد الله سنه كبير. تمام. خدها من الناحية التانية، لو عبد الله عامة الناس اللي في الكورة شايفة إن عبد الله مش قادر أو عبد الله مش فنيا مش هيفيد، لا يعني عبد الله كان، أنا أعتقد إن هو كان موجود في القايمة القائمة اللي قبل البطولة البطولة، من وكان ضمن انا الأسماء. اللي عرفته كمان ان عبد الله كان موجود في القائمة النهائية، بس حصل ضغوط على الجهاز وان عبد الله خرج. لا عبد الله يفيد نادي الزمالك، وعبد الله زي ما بقول لك من اللعيبة، انا عارف عبد الله كويس، من اللعيبة الملتزمة جدا جدا خارج وبره، وخارج ما الملعب بيتكلمش وجوه الملعب، كتير. وملتزم جدا في التمرين، ومن احسن الناس اللي بتتمرن في لما كان في بيراميدز كمان وقبل كده. فاعتقد ان عبد الله لا يعني اضافه ليه هو شخصيا ان هو راح نادي الزمالك طبعا، وهيفيد نادي الزمالك طبعا طبعا يعني. طيب في تصريح برضو لكابتن رضا عبعال، كنت ارى ان حسام حسن الانسب لقياده منتخب مصر، لكن الان لا يصلح بعد الهجوم على محمد صلاح، ودلوقتي شايف ان علي ماهر الانسب. هو ما هاجمش، اعتقد ان هو ما هاجمش محمد صلاح، هو اتكلم في حته ان هو ما ينفعش يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان هو ما عادي ينفعش الكلام كوره. كابتن منتخب يسيب المنتخب ويمشي. ما اعتقدش ان هو انتقد يعني، انما مين يناسب ومين ما يناسبش دي يعني، دي يعني انا شايف ان هي صعبه دلوقتي ان انت تحط حد ان هو يناسب المنتخب المصري دلوقتي مدير فني. شايف ان حسام حسن يستحق انه يبقى مدير فني في الوقت الحالي لمنتخب مصر؟ يستحق طبعا، ليه لا، ليه لا، اي حق. وكابتن علي يستحق، وعندك مدربين كتير في مصر يستحقوا. ما انت اي حد لو مسك منتخب مصر هيعمل اسوأ من اللي حصل؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش انت يعني، مع المدير الفني الوطني لمصر؟ يعني مع المدير الفني الوطني طبعا طبعا. انت لو رجعت لانجازات منتخب مصر كلها هتلاقيها مع مدربين لا يا، كل مصريين، البطولات كل البطولات كلها مع دي مصريين. حقيقة، مع كابتن جوهري رحمة الله عليه وكابتن حسن شحاتة يعني. دايما المدرب الاجنبي مع المنتخب بيبقى فيه جزء كده فايته في المعامله مع اللاعب المصري، بس مين دلوقتي الانسب ما نقدرش نقول، ما صعبه بالذات بعد اللي حصل مع كابتن حسام بدري، وبعد اللي حصل مع كابتن ايهاب جلال. انت دمرت المدير الفني المصري، اهانه ليهم الصراحه، اهانه اللي حصل ده اهانه. فانت بتفكر ازاي تحط مدرب مصري دلوقتي؟ لو هتحط بقى مدرب مصري يبقى لازم يبقى شخصية، وشخصية شخصية ودعم، في تعامل ودعم ودعمه. لازم يبقى دعم غير طبيعي، لازم يبقى دعم غير طبيعي.